وسأعرض على وسائل الإعلام وعلى الرأي العام اللبناني بعضا مما يجري من عمليات تزوير وتآمر وتدخل في المحكمة العسكرية وفي القضاء. وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يصل إلى حد تهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة 2 و3 إرهاب. وزير الدفاع الياس أبو صعب بدوره يمارس ضغوطاً على القاضي كلود غانم للادعاء بالمادتين 2 و3 إرهاب. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادتين 2 و3 إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى. الوزير سليم جريصاتي يتصل بالقاضي فادي صوان ويطلب منه تحويل الملف إلى القاضي غير المناوب ويقول له بالحرف: أريد قاضياً مطواعاً منفذاً. وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية. رئيس مجلس القضاء الأعلى جون فهد يتصل بوزير العدل المغيب ألبير سرحال ليحرضه ويطلب منه التدخل لإجبار القاضي فادي صوان على التخلي عن الملف. رئيس مجلس القضاء الأعلى جون فهد يمارس ضغطاً كبيراً على القاضي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي بسيل لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري وفق تعبيره. القاضي فادي صوان يبلغ القاضي كلود غانم أن القضية ليست من اختصاص المحكمة العسكرية، ورغم ذلك يتم الإصرار على إبقائها في المحكمة العسكرية.